طريق طريقي حكم لي الزمان. هذا هو الموسيقار يلي مشي بطريق واختاره من اول نهار انها تكون هالقد على مستوى لبنان والوطن العربي كله، من اول خطواته بعالم الموسيقى، بعالم النغمه، بعالم النوتة. كان موسيقار من الطراز يلي ما بيتكرر. نهار الجمعه ب 28 تشرين الاول 2016، صحيح انه انتقل بالجسد ولكن بالروح هو مخلد، بالاعمال، بالنفسيه وبالحضور يلي دائما بيكون اثر وبعده بداخل كل واحد منا. الموسيقار يلي شفنا هالمقتطف من اخر حفله احياها بارطبه بقضاء جبال ب 4 ايلول من العام 2016، هيدي كانت اخر مره بطل فيها على جمهوره يلي كان ينطره مناطره ومعود عليه، وكل مره كان يفل فيها عن المسرح كان الجمهور يبقى متعطش ليرجع يشوفه مره ثانيه بحفله ثانيه. اليوم يمكن الحفلات باقيه بالداخل بالقلب وصارت صلاه ترفع لروحه، ولكن بالأعمال هو دائما حاضر بكل عمل تركه، بكل بصمة أراد أن تكون بصمة غير عن يلي كان عم ينعمل بالأرشيف وبالمكتبة العربية موسيقيا. الليلة هالتحية يلي عم نقدمها من خلال السهرة السادسة من سهرة عمر، هي ولو عم نتذكر بعد 7 أشهر غياب، هو الحاضر دائما بأعماله، بفنه، بحضوره الآثر، وبعده إشكالية بالفن لحديث اليوم لأنه هالقد موسيقار وهالقد استثنائي. اليوم بهالحلقة رح نحكي عنه أكثر، رح نحكي عن شخص عايشه بقلب البيت، ضيفة بالقسم الأول بسهرة عمر، ضيفة الفنان وعد بركات نجل الموسيقار يلي بيعرف تفاصيل حياته، يلي بيعرف تفاصيل عيشته بكل وأدق التفاصيل الصغيرة. إنما بالقسم الثاني صديق العمر، صديق الأسرار الفنية، وكمان هو جزء من العيلة، هو جزء أيضاً من أرشيف فني كان في طريق كتير طويلة رسمها مع الموسيقار. الشاعر نزار فرانسيس بينضم لإلي بالقسم الثاني من الحلقة حتى معهم نحكي بالموسيقار، عن الموسيقار، ونحكي عن هالمشوار يلي مستمر اليوم. اسمحوا لي مشاهدينا أنا وياكم بهيدي الحلقة ننطلق بالقسم الأول بحلقتنا بسهرة عمر لليلة، ضيفة وببدأ معه الفنان وعد بركات. نبدا معه ولو هالتحيه الخجوله، يا ريت فينا نعمل اكثر من هيك امام والدك العظيم الموسيقار. اليوم مع هالمقتطفات اللي شفناهم من اخر حفله كلنا مشتاقين له، وكلنا في حزن بداخلنا على غيابه الجسدي، ولكن روحيا موجود فيكم عائلته اولا وبكل الشعب العربي. وين لمست موجود بكل قلب طبعا سنة. وين لمست انه هو غادر بالجسد؟ باي مرحله حسيت انه ايه بطل موجود جسديا الى جانبنا الموسيقار؟ بالقعدات والمشاوير والتلحين هالعجقه اللي كان يعملها بالفن والاخبار، هيك حسيت جسديا راح. بس ابو مجد بالنسبه لي انا ما راح، دائما معي، دائما بحس فيه بقلوب كل الناس، وين ما تروح تسمع اغانيه شغله حلوه يعني، ما بحس ابدا انه. على كل حال يعني قررنا نعتمد تعبير الليله الموسيقار الخالد، ما رح نقول كلمه الراحل لانه هو حاضر بهالارشيف الفني، بهالذكرى يلي تركها يلي هي مهمه جدا، يعني مكتبه عربيه مهمه جدا. على كل حال وانتم خير دليل على قد ايه انتم حريصين على ارشيف الموسيقى. رح انطلق معك وعد بالبدايه يعني من
من أجدد شيء صدر، وهو البيان يلي بتحذروا فيه من أي شخص بالتعرض أو التكريم أو استغلال، خليني أقول، اسم الموسيقار لأغراض فنية أو شخصية من دون مراجعتكم وتكونوا أنتم موافقين عليها. خبرني شوي أكثر عن هالبيان يلي كلنا من يومين ثلاثة حسينا أنه تبلبلت الأوساط الإعلامية فيه، وكان صادر عن عائلة الموسيقار. مزبوط، هو صادر عن عائلة الموسيقار من حبركات، مش مني شخصيا، لانه اول شيء فهمت غلط. صحيح، صار في لغط بالبداية. ايه، رجعت فسرت انه انا هيدي العائله كلها، نحن انه طالعين في عم نجرب انه نكون عائله ملح بركات. البيان هو طلع منه موجه لحدا، ولا انه حابين نقول حدا غلط او شيء، لا، نحن حابين من هلا ورايح يعني يكون في تعامل معنا اكثر، نكون بالصوره. نحن بالنهايه يعني ما رح نمنع، ننبسط انه يصير هالامور. من يومين صار حلقة كتير حلوة كمان على الـ OTV، أنا بشكرهم من قلبي وبحيي كل اللي طبعا مشكورين، يعني كل شخص كل عم يعمل مجهود كانوا أكيد مشكور يعني طبعا. كمان من القلب طلعت حلقة حلوة. نحن برجع بقول لك شهدي أنه نحن منا أنه منزين البيان أنه نمنع الناس، لا، نحن مع الناس كلها، بس على القليلة، بس أنه يكون في مرجع أكيد لهال الخالد سكار. طبعا يعني انتم حريصين على الماده اللي يمكن بدها تقدم خلال الحلقات او خلال التكريم، او ما بعرف يعني بكيف الصيغه ممكن تجي. اليوم ارشيف فني مثل ارشيف الموسيقار، وانسان عظيم هالقد فنيا، لما يكون في من بعده ورثه بتكون المسؤولية كمان أكبر للحفاظ. يعني البيان كان الخطوة الأولى، خليني أقول، وفي مسؤولية تانية، لأنه هيدا مسؤولية كمان بدأ يراعيها معك الموسيقار. أنت كمان بتألف موسيقى، وأنت صوت أكثر من حلو، خليني أقول، وحضور كمان وكاريزما ما بتقل عن كاريزما الموسيقار. أدي بداخلك في شقين وعد اليوم، شق بيقول أنه الناس رح تعتبر أنه أنا عم كمل مسيرة بيي، وشق تاني بيقول أنه أنا وعد يلي كمان بحق لي يكون عندي خط لإلي وأقدر حقق كمان وكون على نفس المستوى يلي الوالد وضع الخطة عليه فنياً. 100%. أنا هيدي الشغلة حابب أوضحها، أنه أنا ما بكمل حدا، وما حدا بيجي مثل حدا، والبابا حالة استثنائية طبعاً. ما حدا لو بدي جرب قلدها ما بتزبط معي. بس مسابي بأغاني بألحيني، في هيك بالتلحين مدى باللحن، مغنى في تامبر، نوع من التامبر بصوتي بتبين قريبة. فكرة الناس أنه أنا عم جرب قلد، أما أخذ هذا الخط وأمشي فيه. أنا أول شيء بتشرف يعني، وشغلة غير أنها مسؤولية. نحن من وراء التواضع اللي تعلمناه من بي وأمي، وصلنا لدرجة كنا وقت ما نقول أسمينا نحن وعد شو صدقنا أنا وأخواتي. صحيح، رح أوصل لهذه النقطة، لأن ما كنتوا تعرفوا عن حالكم أنكم أولاد الموسيقار بمكان ما. مزبوط، مشان هيك أنا مش أنه ما بدي عم بطلع من البابا، لا، بس ما بدي الناس يخطوها أنه طبعاً الشهرة أجيت من وراء هالشيء. أنا بشكر ربي. أو لما يصير في معاملة خاصة معينة أو تستفيدوا أو تستغلوا. مزبوط، بالعكس تكونوا عم بتحققوا أنتوا. اليوم لما كنا عم نحكي عن التلحين والغناء، شو كان يقول لك الموسيقار لما تسمعوا لحن أنت شاغله، لما تسمعوا عمل أنت هيك عم بتفكر فيه تستشيره، لما تدندن قدامه بالبيت، يعني هيك بقعد كتير مرتاح وكاجول وقعدة بيت، يعني شو كان يقول لك؟ ديك أنا البابا كان يعطيني بأوقات هيك محلات، يقول لي إنه هون مدة زيادة إذا بدك، أما هون فيك تعمل هالشغلة، أما مور، بس كان يحب التكنيك تبعي كيف إنه دغري بعرف أخلق الجملة اللي بعده. بس هو كان دائما يعلمني ويقول لي اللحن اللي بيخلق معك ردده، هو كان يقوله يعني كل الناس تعرفه، وهذا التكنيك أخذته منه. وفعلا اللي عنده هيدا الموهبة بيقدر يخلق لوحدة بتكرر يعني. وصرت بالأغاني بس تخلص ما سمعوا يا هاي اللي حلو، في كتير أغاني يعني مثل خبرية رح نوصل لها نحن مع الشاعرة أكيد رح يكون في كمان تعامل. إيه رح يكون في تعامل مع ندى عبد النور، اللي كمان الوالد سبق وتعاون مع والدة الله يرحمه الشاعر منير عبد النور، كمان يحب اللي غاب، يعني يمكن هي لأنه على قائمة الليستا، وأنا بحبها شخصياً كمان. أنا حقيقة من قلبه كتير بحبها. أكيد. سألت لك إنه البابا لو حسبت الحين في محل ناقص كان قال لي بلا ما تلحن.
كثير هيني عنده كان دود. اي متى اخر مره عطاك ملاحظه وهيك بتتذكرها؟ يعني شو اخر ملاحظه عطاك اياها فنيا؟ خليني اقول مش ملاحظه، عطاني اذا بدك سمع لحن كان كلمات ست ندى عبد النور، من بعد ما سمعته يا خلص قال لي حلو كثير، وقال لها ندى كلامها كثير حلو وراكب محله، وهي غنية منشغل عليها يعني توزيعيا ان شاء الله قريبا رح تنزل كثير حلوه. صحيح حلوة. ورح يكون في كمان اعمال ثانيه، يعني في ثلاث اغنيات تعاون مع شاعر نزار فرانسيس اللي كمان رح يشاركنا القسم الثاني من هيدي الحلقه، وهو رفيق الدرب ورفيق البيت. خليني اقول يعني هالاغنيات ان شاء الله بتسلمي، شو ذنبه المغروم، واغنيه تغير عنوانها من يمكن انتهينا ليمكن نتهنى، عفوا مش يمكن انتهينا مزبوط. يمكن نتهنى، بعتذر، لكننا نتهنى بفنك. مزبوط. انا اول شيء استاذ نزار يعني محظوظ انه يعني طلع صديق العائله وزبطت بينه وبينه، وحط ثقته فيه انه يعطيني كلام منه هو طالع كأستاذ نزار، وكلام اللي عم بيعمله عم بيجرب يكون شباب لك إذا انتبهت بي، مش أنا وشو ذنبه المغروم. صحيح. الكلام بتحس منه مثل كان ينعمل مع البابا هيك، كلمة واضحة بس بتحسها أتقل شباب لكية، فهذا الشيء اللي عم بيعمله مع أستاذ نزار كتير مقدر له. يمكن هذا الخط كمان يلي أنت بمكان ما كمان بدك تبحث عن خط خاص فيك، قد ايه صعب هذا الموضوع الواحد كمان لما نحكي عن هويه فنيه، وقد ايه اصعب اذا كان هالشخص ابن الموسيقار؟ يعني اليوم تنخلق هذه الهويه الفنيه في صعوبه بانتقاء الاغنيات، الالحان يلي كمان انت عم تلحن لحالك، انتقاء الكلام، التوزيع، يعني ممنوع الفوبا مثل ما بيقولوا، لازم تكون الخطوه مدروسه. مين ما بيقولوا 100%، هي عم تكون كثير مدروسه، والخط لينعمل هو بالتجارب بتصير تبين معك أكثر وأكثر أنت لونك مزبوط شو، وأي إحساسك بيطلع بمحله مزبوط. بس عم تسيب معي أنا هلأ بالتجارب اللي عم عيشها وعم لحنها، يعني كذا لون بعيشها وبيطلع معي يعني أمور حلوة. صحيح. لأنه في ملحنين بتحسوا بلون واحد كتير أو مبدع فيه بس بغير لون ما ما بكون عنده نفس القوة والعطاء مثل ما بيكون مين بلون مين. أنا مع القيم هذا الحكي اللي عم بقوله رح يتبرهن بالأغاني اللي رح تنزل. صحيح. صحيح. قدي كمان الواحد أنه يشتغل على حاله على صوته، يعني بعرف أنه كمان عم بتابع تدريبات مع مدرب الصوت بيير بيع، كمان طوني مع توني بيع، عفوا بوجه له تحية لتوني، لأنه بعرف قدي هو ملتزم بهذا النوع وقدي صارم. خليني أقول قدي كمان هالعمل هو لازم يكون كامل متكامل معك. مزبوط مزبوط. أنا وتوني غير صداقة كمان صارت من بعد التمرينات، دايما في متابعه انا وياه بهالموضوع، وغير انه صارم هو هذا اللي ميزه توني، واضح وصارم وعنده اذا بدك بيعطي حب. وانت تلميذ شاطر اذا بدك ما بعذب بدك. على كل حال يعني اول مره اطلت وغنيت قدام الموسيقار علنا كان بلقطات ببرنامج، رح نرجع نحن وياك هيك شوي بهاللقطات لورا، لانه الرياكشن، لانه هالقد الكاريزما تبع الموسيقار لما طليت انت، ومن اصعب الاغنيات له كمان يلي اديتهم، رح نشوف المقتطف ونرجع نعلق عليه. انا قبل بنهار دغري، يعني قبل بنهار حكوني نقيت كيف انه كيف لقيتها انه هيك شفت كم غنية مغنية. ليه اختارت كيف؟ لانه كان في البروجرام كذا اغاني، قالوا لي ما بقى عندك كثير خيارات، ما في تشويسز. ايه الكيف، قالوا لي اوكي مش مغنيه، قلت اوكي رح نشوف كيف وليش وكل التفاصيل تبع هيدا اللقاء نتذكره سوا ونرجع نعلق عليه وعد. كيف 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 بتبعد عني وبعدك ساكن فيني، كيف كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيني، كيف 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 بتبعد عني وبعدك ساكن فيك، كيف كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيك، كيف كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيك، كيف
كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيني كيف يا حب الهارب من وعدك هارب من وعدك وحدك شاغل عمري وحدك شاغل عمري وحدك يا حب الهارب من وعدك هارب من وعدك وحدك شاغل عمري وحدك شاغل عمري وحدك وبتقسى علي وما بتسألني كيف 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 يلا يعني مع هالمقتطفات وبهك في حنين لهيدي اللحظة اللي كمان من الملاحظ بالفيديو انه ما عم تفتح عينيك مزبوط ليك اللي صار معي انا نهارتها تحمست حبيت فاجئ الوالد بس ما كنت عارف شو ناطرني بس وصلت وطلعت هيك انه طلعت لقيت كل ما بيجي خلص ايه ما في بقى رجع انه شو ما بدي غني باي لا ما بتزبط قلت يا غمض عيونك وغني بتلاحظ اذا بس تحضرت في محلات ما في مغنى بس هيك عيوني بالارض لو بي وهره 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 ما طبيعيه حتى بالبيت لمعه بعيني لما طليت قد ايه كان مبسوط فيك قد ايه في فخر قد ايه متفاجئ وإذا بتتبعي عمل هيك مثل انه شو عم بيعمل انك شو جابه انه شو جابه لهون مزبوط. شو قال لك من بعد الحلقه؟ الملاحظات اللي قال لي اياهم هو وقتها انه سالته العالميه هي ما بوشتي مزبوط شو رايك بعد قال له منيح بده شغل شوي قلت له شو هن قال لي هن الخجل والوقفات وهيك هالامور والصوت شوي كمان عم بشتغل عليهم شوي شوي قديه من يعني من خلال تواجدكم مع الوالد بالبيت من خلال عمله من خلال انشغاله الفني كمان قديه كان دقيق يعني مش بس بالملاحظات الفنيه لإلك انما دقيق بعمله دقيق بكل شغله بده يعملها يعني ولا مره كان متهور خليني أقول مع أنه كمان بكاركتيره هو يمكن وشخصيته يلي الناس بتعرفه هو هالقد عفوي على المسرح ولكن بالشغل ما في مزح بالشغل في جدية هيدي شغلة بحبها فيه كتير أول شيء كنت بس كنت روح معه كتير على الحفلات انزعج أنه ليه هالقد قاسي على هذه الصوت أو الفرقة أما ما في رحمة بلشت أفهمها ليش إذا هالقد بتحب شغلتك والقطعة الموسيقية اللي عملها الغنية هالقد بتنقهر اذا صار غلطه اما ما عطوا قيمتها اما عن جد يعني شغله بتضايق وهو عصبيته كانت يبين قد ايه دقيق كنت حب له كثير خصوصا بالمواعيد كثير دقيق بموعده لدرجه بيوصل قبل الموعد اذا انت تاخرت خلص بفل يعني اللي جاي يشوفه اذا تاخر خلص يعني هذا الفنان الحقيقي على كل حال اللي ملتزم بعمله وبشغله رح نحكي كتير أمور بعد رح نتذكر الوالد بمواقف كمان معك رح نحكي عنك ورح نحكي عن العائلة ورح نحكي عن الموسيقار ملحم بركات اسمح لي أنه نفوت على بريك أول بسهرتنا لليلة وعد ونرجع نتابع سهرتنا بذكر المشاهدين أنه الشاعر نزار فرانسيس بينضم لنا بالقسم الثاني ولكن هلأ مكملين حوارنا وحديثنا مع وعد ملحم بركات بريك ومنتابع خليكم معنا مشاهدينا متابعين سهرة عمر نحن وياكم هيك حتى سوا نتذكر ونرفع تحية للموسيقار ملحم بركات بدي أذكركم أنه اليوم استثنائيا لأنه هالحلقة استثنائية بتغيب فيها الفقرة اللي أنتم بتشاركوا من خلالها بسؤال لأنه ما في شيء مخبى عن الموسيقار ما في أسرار حتى تحذرون صار
كل شيء كتاب ومفتوح، فبتغيب هيدا الفقرة معلي اعذرونا، بترجع بكرة بحلقة بكرة. وعد بركات برجع برحب فيك من جديد، شرفتنا بالاستوديو. يعني الناس كانت تنطر لحتى يمر شهر رمضان الكريم، ينطروا حفلات الوالد لحتى ينطروا يشوفوا وين عامل حفلة، وين بالمهرجانات، قدي هيدا هيك فيها غصة بمكان ما انه السنة ما في الموسيقار بحفلة. فعلاً هي بلشت برأس السنة أو رأس السنة هيك صدمة يعني كانت. وأنا بمناسبة هذا الشهر الكريم بدي عيد كل العالم وقلنه رمضان كريم يا رب. وأنا اللي شرف أول شيء أطلع معك بخصوصاً بالتلفزيون لبنان. أهلا وسهلا، بهنيك على هذا البروغرام. مبروك. أهلين، شكراً. أكيد غصة كتير كبيرة بابا، خصوصاً أنه كل الناس يعني إذا مر بيسألوني وبيضلوا محمسين ووين وكذا، بتحس ما هل قلت لك أول شيء إنه بتحس في هيك هوجة ما خضة كان دائما عملها هو غريبة، بس هي إنه بعدها. بس هلا أنا كإنسان عايش معه بالبيت ابنه، أكترية الناس بالنسبة لألم الحين بركات يمكن ما في يعتبروه ما مات، إنه بالصور وتجي، بس نحن بالبيت اللي بنشوفه كل يوم هي اللي الفراغ يلي تركه. على كل حال رح نحكي مزبوط عن هذا الفراغ، وفتنا على قلب البيت رح نشوف كمان هالفراغ يلي تركه بالأماكن يلي كان يقعد فيها، بجنينته، بالأشياء يلي كان يحبها بأبسط الأمور. إذا بدي أرجع أحكي شوي بالأمور الفنية المتعلقة فيك، يعني حكينا عن الأغنيات بالتعاون مع ثلاث أغنيات، إن كان مع شاعر نزار فرانسيس اللي كمان بذكر إنه رح يشاركنا القسم الثاني من الحلقة، أو مع شاعر ندى عبد النور بنوجه له تحية كمان. هالأغنيات رح ينزلوا بشكل سينجل، كيف في المخطط يعني شو عم بتخطط؟ انا بفضل سينجل تقاطي كل غنية حقها مزبوط. هلا اول خطوة كانوا غنيتين بس دعمت اول وحدة اكتر، وهلا بعد فترة قريبة رح جدد لها توزيع. يعني مستمرين بخليني اقول بلان السينجل. سينجل احسن، البوم يعني بتحس انه حق يعني في يعني يمكن مش عصر ألبوم هلأ إيه برأيك، يعني فنياً على صعيد أحسن الفني كمان، بدل ما أنه ينزلوا كلهم سبعة درب واحدة كل شهر نزل واحدة هي ذاته. صحيح، أحلى. أنا مع أنه كل غنية حتى أعملها وحابب أعملها فيرسيونات، مثل دانس واحدة بترقص واحدة، يكون ريميكس أكابيلا أنا والجيتار لوحدة. إيه خصوصاً خي مجد هو دي جي بيعمل لها ريمكس بتصير هيك، ومجد مخرج كمان معقول تتعاون معه بإخراج كليب. هو ليك مجد إذا بدك بروديوسر بروغريسيف ترانس كدي جي عالمياً أكتر فت فيها وحبه، وإذا بدك صاب فيها من الإخراج، مع أنه الإخراج كان عنده نظر حلو. أنا دائماً بقول له أنه أنا بحب وكل يوم جربه أنه لابد. بالنتيجة الواحد كل واحد بيلحق الشغف يلي مزبوط. هو بيلاقي حاله مزبوط. فيه مزبوط. وطالما بعالم الفن وطالما يعني خيار شخصي يعني الواحد بيكون بألف كلنا خير. بالبيت فينا فن، حتى أختي صحيح صوتها حلو، غنوة غنوة غير صوتها حلو، غنوة بتعلم رسم صحيح ترسم عن رسم بانويات كتير حلوة، وحتى ملحن صغير كمان بيسمع ميوزك كتير كان مؤثر بإيقاعاته، بتحس البيت كله فيه فن، جو فني بامتياز كله صحيح. وعد الإضاءة غمزت لنا لحتى ننتهي من ولعاني أخبار، لأنه الأخبار يلي حكينا فيها إن كان عنك أو عن الوالد بتحرز أنه نعطيها حقها بالأول، ولكن أنا وياك رح ننتقل لفقرة تانية، نرجع عقارب الساعة شوي لورا نتذكر نحكي أخبار أنا وياك ولعاني بالزمانات. تفضل. الفقرة يلي منتقل فيها الفقرة الثانية والعاني بالزمانات، يعني مع العقارب، مع الساعات، مع الوقت. قدي الوقت مر بسرعة، الواحد يمكن لما يفقد شخص بيصير يقول انه يا ريت استفدت من الوقت، يا ريت عملت، يا ريت قلت. في شيء كان عبالك تعمله او تقوله للموسيقار تخبره اياه؟ لا انا ليك اول شيء دائما الوقت بعتبره العدو للانسان، لانه دائما بده شغلته هلا ما بتزبط هلا، ويا ريت مات هذا الشخص هلا ما بتزبط كمان. فالوقت هو دائما متحكم بكل العالم. في شيء ما قلته؟ لا، بس كنت بحسيت بكير بيي راح، يعني
بحس كان حسيت مشبعت من مش مشبعت من اصلا انه انا وصغير حرمت منه ورجعت بسرعه كبر حرمت منه حسيت انه كانه ما شبع يعني حسيت بعد فيه كنت وبعد هو حتى كان خاصه انه كان بعز عطائه كمان يعني خلص حلقه خلص سوري حفله بمهرجانات ارتبا وضل نازل انا بتذكر بالبيت بقلعات قلت له قال لي انا نازل اعمل فحوصات وراجع ما تنزل على بيتك بدك فرشي ما قلت له اوكي انه راح من البيت ما رجع لقيت الصوره بهيك بقعد افكر فيها انه مش معقول راح وما رجع قال لي راي نازل يعني هيك بوب 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 بتحس الوقت مرق بسرعه يعني الايام عم تمرق بسرعه كتير والجرح بعده هو هو على كل حال يعني هالفراغ يلي عم نحكي عنه اليوم لما هيك تطلع بالبيت بالغراض اللي كان يستعملهم بأشياء هيك بتذكرك في بتصفن أوقات بتقول لحالك إنه بتسافر لمحل هيك بالغراض اللي بتشوفهم قدامك بعدين بترجع بتصعب إنه لا الحياة بتكمل يمكن والحب يلي بداخلك هو ما رح يغير مزبوط معك حق بصفن بلا وقت هيك بروح بالتفكير بس أكتر شيء الأمور اللي بتذكرني فيه بس كون عم بلحن أو بس كون عم بغني أو بدق جيتار أو عم على العود عم برندح شوي أو عم ألف كيف يطلعوا معي هيك هيدي الشغلة اللي يا الله قول ما شو معك حق يا بي اللي قلت لي يا بي وهي اللي كيف زبطت فهي أكتر شغلة إذا بدك هيك بس عيشة بتشوف عيشة أكتر مش يعني في أمور بتشوفها صور كتير بتشوفها بس تعيش اللحظة هي أقوى من هي أصعب وأقوى من أنك أكيد. تشوف أكيد. الأشياء نحن دخلنا على الحديقة دخلنا لعندكم على المزرعة على المكان يلي كان الأحب لقلبه على الفراغ الفعلي يلي تاركه كمان بهالأمور يلي كانت كل حياته كان الفن يلي يصنعه كان أوقات يكون قاعد لحاله عم يشتغله هونيك زيارة هيك بتردنا للفراغ يلي تاركه بقلب البيت بقلب المكان الأول والأكثر شيء فيه حميمية عند الموسيقار رح نشوف نحن وياك ونرجع نتابع حوارنا أبو مجد ما غيب عن المزرعة أبو مجد دايماً بالمزرعة وأما تتمشى وأما تروح بتشوفه بحس موجود حبه للأرض كان كبير يعني حبه للأرض كان بشكل لا يوصف قد كان يحب الأرض يا منموت كلنا طلعت هون وقتها من ورا حرب تموز لأنه هي من هون حرب تموز كانت واضحة علينا لأنه الضاحية مثل ما شفت كتير واضحة وكان وقتها ما قبل يفل ضل قاعد هون وبتذكر طلع عليه أنا بس هو ما فل وهون كان هو أستاذ شاعر الكبير نزار فرانسيس طلعوا وياه هوية طلعوا بهالغنية يا منموت كلنا وبيبقى الوطن يا منموت كلنا وبينتهي الوطن يا منكون رجال وبيبقى الوطن يا منموت كلنا وبينتهي الوطن يا منكون رجال وبيبقى الوطن منموت منعيش أحرار يا منكون رجال أبطال أحرار وبيبقى الوطن في محلات بتحاك في محلات بنوجب في محلات بتنزل دمعتي عن جد بتنزل دمعتي حتى حسيت الشجر تأثر عن جد أبو مجد كان روحه هون كتير مهمة بالمزرعة ومعروف اللي بيزرع بالأرض إذا راح صحبها حتى الشجر بيزعل في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا مصيته شوي شوي عالسكت بيموت اشتقت له أول شي كتير هو بالقلب دايماً وبهالمزرعة كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيني كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيني كيف أنا بوعده إنه هالمزرعة حتضلها مثل ما هي مثل ما عملها
حلوة، مين ما اجى عليها بقول شو هالجمال، أنا بالنسبة لي يعني جنة أبو مجد بالله. كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيي؟ كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيي؟ كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيي؟ هذا الموسيقار يلي ما بيبعد عنا، الموسيقار الخالد يلي ما عبالنا نتذكره بالدمعة، عبالنا نتذكره بالابتسامة يلي كان دايماً يرسمها، بهالضحكة، بالحياة يلي كان دايماً يحطها وين محل. معك هيك رح نتذكر شوية اخبار، رح نعرف شوية ذكريات يمكن مش الكل بيعرفوها. البلبل يلي بغني على بابي واقف قمرين، البلبل بابا حفظه الأول جملة ترارارم، يرد البلبل ترارارم وتقول العكس تمام، يعني حتى براسه وحفظوا إياه وقدر حفظوا إياه وقدر حفظوا إياه. وصلنا نهار يعني خلص نسمع البلبل هيك عم بيقول شقفي منها مش كلها بعدين ترى، ومشيت معه. حلو، يعني أدي كمان هالتفاصيل اللي كنتوا تعيشوها معه، إن كان من حبه وعشقه للصيد كمان مع كتير رفيق درب يعني شاعر نزار فرانسيس وكل الأصدقاء اللي كانوا يكونوا موجودين، إن كان كمان من تعلقه بالرياضة، كان يعلمكم سباحة وكان وشو خبرية الركض؟ لا هو سبق السباحة كان يعمله نحن وصغار بالسنتا، كان جايب كاميرا جديدة تصوير. نعم. وخي مجد كان يطلع الاول قد معصبه مثله تا 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 تا، بس معلق انا السادس، يقول له بيي طلعت الاول انت، يقول له لا انا السادس. بنضحك نحن بس نحضر بنعكبر انه معلق على كان يشوف الفيديو انه ما خلص معلق انا السادس، فكر السادس انه الاول يعني. وكان يعمل هيك امور، مره قرع لنا كلنا احنا ونينين وصورنا هيك، كان يعمل دروبه كان يعمل دروبه فيكم. على كل حال يمكن انتم عندكم هذا الكاركتير الشقي يلي يمكن اخذين هالسمات منه بمكان ما. في مره كنتوا عم تلعبوا بوكسينج جرحتوا بالغلط للموسيقار او شو صار؟ انا والبابا كنا كثير هيك نلعب، يعني يكون مشتاق له شيء من السفر، كنت صغير يعني يثبتني وكذا وهالامور. ما في مره بدك تزبط منه جيت ضرب وجيت ضربي على وجهه فانأذى منه. من وقتها قلت انا لا لا خلص، حسيت انه القصص إيه جديه، ايه بصير جدي. قلت له خلص انه عم تحمس كثير يعني، قلت له ايه ما فينا نكمل هيك. كان يعني كان يعوض هالغياب يلي اوقات بحكم سفره بحكم عمله، كان لما يوصل على البيت كيف يعني شو كان يعمل، شو كان يتصرف معكم، كيف كان يعوض هذا النقص يلي بالوجود خليني اقول لما يكون موجود بالسفر بالشغل بالحفلات بالانشغالات الفنيه؟ كل احد كنا نظهر كعائله، نحن كنا نروح نتغدى ومشاوير الصيد، وطلعتنا على رسب علبك عند الصديق العائله استاذ نزار فرانسيس بمشاوير الصيد هيك امور يعني. بس هو كشخص كان اكثر يحب يقعد مع حاله كثير، يقعد يفكر ويحضر سياسة ويلحن يعني أكتر. وأنا أخذها منه بطريقة صارت حكمت علي بأوضة، صرت أنه أنا أكتر أتعامل مع الشغلة صحيح. أدي كمان يعني هالحضور يلي عم تحكي عنه هو يلي كان يغيب على رأس السنة أغلبية الأوقات، في سنة قدر يكون معكم مزبوط. في سنة ثابت بالأردن كان عنده رأس السنة، صار وقتها بجرش بهالمنطقة مثل أحداث معينة مزبوط، انلغت لغت الحفلة. هلا نحن بس اللي التغت كنا بالبيت، قلت لي الماما أنه جاي بيك على، طلعنا بعض نحن أنه قلت لي إيه لأول مرة، كانت فعلا لأول مرة بالعمر أنا على رأس السنة صار مع بي بالبيت. من أول ما خلقت حفلت 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 يعني حلوة كانت مميزة كانت أكيد. هذا يمكن لأنه هالقد في شوق لحتى تقضوا هالمومنت هاللحظة أنتوا. هيدي 2013 إذا بدك 14 مش كتير بعيدة يعني، تحس كأنه يعني كان مرق عمر يعني أف أدي كان مرق وقت، وهذا أول مرة مزبوط. كانت يعني بهالمناسبة اللي الواحد بيستقبل سنة جديدة فيها. اليوم لما ترجع بالوقت لورا هيك موقف واحد أو خبرية واحدة، لما تقول الموسيقار لما تقول بابا شو بتتذكر؟ أي موقف، أي خبرية، أي شيء أكتر هيك معلق ببالك عن الوالد؟ التحدي تبعه، إصراره على إصراره، على كل شغلة بده يعملها، إصراره وغيرته على موهبته لدرجة مرة عم بحضره بحلقة تعمل له مذيعة إنه
غنيه اعتزلت غرام ما بتندم انه ليه ما اخذتها لإلك وهيك ما بتندم شي مره؟ قال لا. قلت له ليه؟ قال لانه بعمل احلى منها اذا بدي. كثير هين هيدي الثقه وهذا طلعت انا عن جد شو هالانسان اللي لا حدود ما له حدود يعني عادي. قال لا ليه بدي ازعل؟ لانه اذا بدي بعمل احلى منها يعني. والأحلى هو المخلط كمان بأعماله بالأشياء اللي تركها. وعد أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق بكل خطوة. بدي حملك سلام لك لكل العائلة لكل الناس اللي حواليكم يلي هالقد الموسيقار بقلبهم مثل ما بقلب كل عربي ولبناني وين ما كان بالعالم. بقدر وبيحترم فن الموسيقار. رح ترجع تنضم لنا بآخر قسم بالحلقة يعني أول قسم مرق كتير بسرعة وبطول الحديث. على كل حال رح ترجع تضم لنا بالقسم الأخير لأنه في شغلة مع أشاعري زار فرانسيس لازم تتشارك فيها معنا على البلاتو. أنا بشكر حضورك وبقدر كمان وجودك معنا بهيدي الحلقة. شكرا لك. مشاهدينا بعد البريك منتابع سهرة عمر بنتقل على ولعاني أسرار ومين غير شاعر نزار فرانسيس صديق أسرار الفن وأسرار العمر وأسرار الصيد وكنوز قدر ياخدها من الموسيقى. رح نحكي فيها وبتفاصيلها بالجزء الثاني من حلقتنا. هاللفتة يلي عم نقله فيها للموسيقار أنه أنت خالد أبدا بالمكتبة العربية وخالد بأذهاننا دائما. بريك صغير ومنتابع سهرة عمر. خليكن معنا. مشاهدينا متابعين نحن وياكم سهرة عمر بهاللفتة لسوا نتذكر الموسيقار ملحم بركات بعد ما يقارب 7 أشهر على غيابه نهار الجمعة ب 28 تشرين الأول 2016. بالقسم الثاني رفيق الدرب، رفيق العمر، رفيق الأسرار، رفيق اللحن والكلمة ونياله بأحلى رفيق للفن كله وللعمر كله أشاعر نزار فرانسيس. مساء الخير. مساء النور، يعطيك ألف عافية ورمضان كريم لكل المشاهدين. يعني شرفتنا بهالحلقة وخصيتنا فيها. الله يخليك، شكرا. بعرف أنه أنت ما عم تطلع على الإعلام مؤخرا وعم تنططي وين عم بتكون على أي كرسي وبأي بلاتو عم بتكون عليهم. شكرا أول شيء لألك. بالقسم الأول حكينا مع وعد وكان وعد أنه كمان نحكي مع رفيق الدرب عن الموسيقار يلي رحل على غفلة يلي رحل وترك فراغ. بأي مرحلة حسيت أنه هالفراغ عم بيصير أكبر وأكبر؟ هو الحاضر دائماً مزبوط ولكن بالصداقة بالتفاصيل اليومية بالتليفونات باللقاءات أي متى حسيت أنه إيه حقيقة كلمة بطل موجود؟ أنا كلمة بسمع أنا كل ما بسمع غنية مش حلوة أو فن هابط بحس ملحم عن جد غيب كتار اللي عم تسمعون وكتار صاروا كتار الحمد لله مليانة الدنيا أغاني هابطة بس في أعمال حلوة أكيد بس كل ما بيجي على مسمعي فن ما بيشبهنا بقول الله يرحم ملحم بركات. صحيح حقيقة. يعني 23 سنة جماعتك بصداقة أبو مجد بلشوا بالعام 1994. كيف هيك بتتذكر وبتختصر هذا اللقاء؟ هو مرق من العمر كله بيمرق مثل على غفلة حقيقة. كان مليان بكل شيء بكل شيء فن صداقة ووفا ومحبة وضحك وفرح. انفقد هيدا الفرح اللي هو كان يمكن بيعني لي كتير بشخصية ملحم بركات. انفقد هيدا الفرح لأنه وين كان يكون ملحم وين كان وجود ملحم بركات كان في فرح كان يخلق الفرح يخلقه لما يشوف حدا عابس يخلق النكتة والضحكة. كانوا يقولوا ليش بنكت ملحم؟ كان يخلق النكتة والضحكة مش تيضحك مش حتى هو يضحك بس كمان تيشوف الضحكة على وجوه الناس. ما كان يطيق حدا عابس وقاعد معه ما يتحمله.
لانه هالقد بحب الحياه والفرح. وكانت تلبقله وملحن بركات كان باكج كامله من ملحن عظيم، من مطرب عظيم، ومن انسان مبدع بشخصيته بالكاريزما تبعه، بنجم كمان عنده حضوره غير هوديك اثنين، كمان كملت معه مثل ما بقولوا بالنجوميه اللي كان يتمتع صحيح. فيها، وكان عنده خفه الروح وخفه الظل والوفا يلي هو كان بيروح ملحن بركات مزروع. يعني هالمجد اللي عم تحكي عنه ابو المجد لقدر يوصل له، مرق باشواك، مرق بصعوبات، كثير ملحن بركات تصار ملحن بركات، مرق بتعب، بس لما صار ملحن بركات صار بمطرح ما بقى ينمحي. يعني ملحن بركات اللي كان ينام بالسيارة، اللي كان يتعب، اللي كان مرق بظروف هالقد صعبة، قديه هن يلي عملوه، قديه هن هالمواقف الصغيرة يلي هيك حيكوا شخصية ملحن بركات، ملحن يلي ما تغيرت، يلي ضل حامل بقلبه بصدره قلب طفل بكل تفاصيل الطفولة، بالتعاطي، بالعفوية، كان يشتم، كان يسب، كان يضحك، كان ينكت، وكان يغني من قلبه، وكان لما يعطي يعطي من قلبه مثل ما الطفل بيعطي من قلبه، ما في طفل بيتردد بالعطاء. صحيح. هاكن ملحن بركات. يعني لما فات على المجال الفني الموسيقار وبمكان ما كان عنده أداء بحضور الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، ووالده الراحل قال له رح تغني بحضور عبد الوهاب، قال له رح تغني وعبد الوهاب طيب، وفي عبد الوهاب بالوسط الفني بالدنيا، في عبد الوهاب وانت بدك تغني. حتى اجى نهار وما راح، ما غابت عنه هالخبريه عن راسه، كان يضل يخبرها وعايشها وتحدى ذاته. ملحن بركات اكثر انسان تعرفت عليه تحدى نفسه، ما تحدى حدا، تحدى ذاته، تحدى ملحن بركات اللي فيه، وقدر يصنع منه هالانسان العظيم يلي لما فرقنا كان بمستوى وطن، ما كان بمستوى انسان. صحيح. وما زال على كل حال الموسيقار الكبير عبد الوهاب طلب انه يتعرف أكيد. على الموسيقار أكيد. ملحن اكيد لما عمل اغنيه للنجم العربي وليد توفيق اللي هي ابوك مين يا صبيه، قال لهم مين هالانسان اللي ملحن هاللحن يلي بلش بالكلام عطيه حقه باللحن، السؤال ابوك مين يا صبيه، فقال لهم هيدا انسان خطير، هيدا ملحن خطير. وهون الخطوره اللي عم تحكي عنها بلشت تتبلور اكثر بالاعلام، يعني الاديب الكبير جورج ابراهيم الخوري اللي اطلق عليه لقب الموسيقار كان معروف بقربه من عديد من الاسماء، خليني اقول الثقيله بالوسط الفني. صحيح. يعني عم نحكي سيده ام كلثوم، الموسيقار فريد الاطرش، واسماء كثيره من بعد اي اغنيه او من بعد اي مرحله اطلق عليه هذا اللقب. أنا بتصور من بعد ملحن بركات كل أعماله مميزة وعنده مدرسته الخاصة قدر يخلق مدرسة، لكن من بعد أنا بعتبرها أيقونة لملحن بركات، أيقونة ملحن بركات يلي هي أغنية، يعني الأغنية يلي أنا بعتبرها يا حب اللي غاب، يلي هي أنا بعتبرها أيقونة ملحن بركات، يلي هي كاتبها للشاعر كلمات منير عبد النور المرحوم الراحل. منير عبد النور يلي عن جد له بصمه بالاغنيه اللبنانيه وبالشعر عامه، طبعا كان له بصمه. فهيدي الاغنيه انا بعتبر من هون من وقتها يمكن تسمى الموسيقار لقب الموسيقار، يعني ومع كل هالعظمه بالعمل اللي كنت عم تقولها كانت عم تبرهن، لانه في كثير ناس كان عينهم على الموسيقار بمطرح ما، يعني الموسيقار توفيق الباشا قال انه الموسيقار ملحن بركات هو الوحيد المؤهل لتجديد امجاد محمد عبد الوهاب. انا بعتبر ملحن بركات كان حالي لحاله، مدرسه لحاله، كل حدا اجى من هالعمالقه الكبار بالشرق على مستوى المغنى او على مستوى اللحن او على مستوى ملحن بركات كان من هذا الرف، هن رفوف بيجوا، ملحن بركات كان اخر نسر بهالرف، اخر نسر بهالرف النسور، مع انه نسور ما بتطير باسراب، مشان هيك بقي لحاله، كان طاير لحاله باخر فتره، كان هالقد شخصيه مستقله بالفن. ايه حقيقة. وقدر حقيقة. انه يعني قد ايه كان في صعوبه كمان، وكان في خيارات وقرارات بدها تتخذ
مين كان يستشير حواليه؟ يعني مين كان هيك يأتمن سره معه؟ مش قصة سر. ملحن بركات كان اللي بقلبه على راس لسانه. ملحن بركات كان لما يعمل اللحن، أنا بعرف في عندي ألحان في 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 أعمال مغنيها نفذناها ونزلناها على السوق بصوت الأستاذ ملحم، في إلها أكثر من لحن، أكثر من لحن. يعني ما كان يكون راضي على اللحن يرجع يغير فيه، كان يسقل العمل بشكل متقن وكان حريص جدا. على فكرة ملحن بركات الإنسان كليا غير ملحن بركات الفنان، يعني شو بيفرق؟ بالنسبة للجدية بالعمل، يعني إنما بالروح بالروح هو ذاته، بالروح هو ذاته، وبمحبته للناس هو ذاته، وبعطائه هو ذاته. لكن لما كان بده يمسك ميكروفون ويطلع يغني ويقدم لهم فن للناس، كان كتير حريص على أنه يقدم فن حقيقي ونظيف دون أن تشوبه شائبة مثل ما بقوله. فكان كتير يضل متنبه لهالموضوع، مشان هيك ضلت أعماله مسقولة صقل لملحن بركات. صحيح. لآخر عمل عمله كان يضل مسقول. وعلى كل حال يعني هالحب قدر ينقله كمان من عشقه للأغنية اللبنانية اللي كان حاملها بقلبه وبداخله، وقدر بعدني بذكر أنا يرفعها. لما بلشت أشتغل أنا وياه، وأول عمل كان بيناتنا، كان في عمل كان أغنية تعا ننسى يلي هي محطة تاريخية بالنسبة لألي. تعا ننسى واشتغلنا، أنا لحنتها، كتب بسرعة صارت، كتبتها ولحنها أستاذ ملحم. نحن قاعدين ما عمرها ثلث ساعة كلاما ولحنا. هيدي الأغنية بالذات تحديدا لما خلصنا قلت له هلأ خلصت، قال لي إيه هلأ. شلت الورقة أنا قلت له يلا بنعمل غيرها، نعمل واحدة تاني. قال لي شو بك يا ابني روق أنت؟ أنا مش معود هيك، وأنت مش أنت معود على غير طريقة. هيدي هلأ طلعت سريعة، بس أنا بترك الغنية ترتاح، بكرة بتسمعها أحسن من هلأ، وبعد بكرة بعد أحسن من بكرة. كان يترك العمل ينضج ليقدمه للناس. أكت حال مثل الخمر، يعني الخمر بننطره لحتى يتعطى لنستمتع فيه. كان يسقل العمل، يسقل النغمة، يسقل يهذب الأداء، يهذب النغمة، يهذبها كيف توصل للناس. يلي تركها الغنية هلأ لحالها بترتاح، هي بتاخد محلها مزبوط. وفعلا ثبت لي هيدا الشيء، وتعلمت من مدرسة ملحن بركات طريقة صناعة الفن الحقيقي يلي لازم يكون للناس شفاف وحقيقي وبيبقى عندهم، مش بيمرق مرق الطريق وبروح. صحيح. رح نحكي عن كل حال عن هالمدرسة الموسيقية يلي قدر يرسمها بخط منفرد الموسيقار، ولكن بالحديث عن التعاون انت وياه، يمكن الأعمال يلي بتربطكن مع بعضكن أكيد منعرفها وقادرين نحصيها، ولكن هالقد التعامل كان في ثقة؟ هالقد التعامل كان بعيد كل البعد عن أنه بدنا نمضي كونترا ونشتغل ونعمل؟ لا لا كان لا. كان تلقائي هالقد؟ كيف كنتوا تشتغلوا؟ أنا بعرف كان قديش على البركة كان يشتغل، مع مؤسسات إعلامية، كان يشتغل مع حفلاته، وما كان يمضي كونترايات. ملحم خلص كان لما يوعد يوفي، وهيدا اللي كنت أقوله أنا، كان بالوفا. ملحم بركة كان يكون مرتبط مع حدا بالكلمة، ما ينام ما يهدى يقول لي عيب. احنا قايلين للجماعة انه ما في مجال ملحن بركات يخل بوعد، ان كان بالعمل او بالصداقة او بالحياة الاجتماعية العادية. صحيح. كان يجي قبل موعده باكتر من ربع ساعة ونص ساعة، يوصل قبل غيره ويستغرب، يصير يقول لي طب وينك وانا جيت، انه يعاتب الما بيجي. فعلا برحيل ملحن بركات أنا قلتها وبرجع بقولها، انقلبت صفحة كتير مهمة من تاريخ الفن العربي، ودخلنا بجيل آخر بصفحة أخرى بعهد جديد غير عهد اللي كان فيه ملحن بركات. ملحن بركات بفلته انطوت صفحة. اليوم أكيد في ناس صوتها حلو، أكيد في ناس بعدها عم تصنع نفسها، أكيد في أول وفي تاني وفي تالت وفي مثل ما بيقولوا كلاس A وB وC، لكن هيدا جيل، هيدا مرحلة، وملحن بركات هيدا زمن وملحن من زمن آخر. يعني يقف الكلام عاجزا عن أنه نتابع من بعد ما حكيت، مش هيك بدي أطلب منك ولو ببيتين مرتجلين، ولو بكلمتين، ولو بجملة، ما فينا ما نستغل وجودك معنا. بدي أقول له ملحن تفضل. بدي أقول له بتضل حاضر، بتضل حاضر ما صرت ماضي، بتضل حاضر ما صرت ماضي،
وعقد ما يطول غفى عيونك بضل عندي مطرحك فاضي والفن منو فن من دونك. ولا بعمره رح يكون فن من دون أبو مجد ومن دون هالإرث الفني يلي تركه. يسلم تمك على هالكلام. شو السر بهالاختمار ما بين كلام نزار فرانسيس وما بين كلام ملحم بركات وما بين لحن ملحم بركات؟ وين هال يعني في روحية، في تلاقي روحي غريب، في تلاقي في انه هو بيحب الكلمة، حب وانتبه انا الطريقة اللي كتبت فيها لملحم بركات ما كتبت لغيره فيها حقيقة. إذا بتقرأ كلمات نزار فرانسيس الأغاني اللي لحنها ملحم بركات، كنت أتعامل معه بطريقة بالكتابة تختلف عن الآخرين. ليش؟ لأنه هو مختلف بالأداء وباللحن، هو مختلف بنوعية صياغة العمل الفني، كان مختلف. اكتب له أشياء أعرف شو بده، أعرف هو بشو، شو هو اللي بحس فيه، شو هو اللي بيعني له، شو هو اللي بيلفته، فكنت أكتب له الأشياء اللي بتلبق له. هل قد في تقارب روحي يعني بالعمل كان؟ حقيقة حقيقة ملحم بركات عشرة عمر 23 سنة، يمكن الأيام اللي ما شفته فيها ب 23 سنة بقدر عدهم، عد بينعدوا يعني. كنتوا على تواصل كل يوم تقريبا؟ كنا على تواصل بعض كل يوم. إذا ما شفته يحكيني على التليفون. على فكرة أنا عندي كل شيء، رزنامة البيت عندي بعدها واقفة على 28 تشرين، نهار اللي توفى نهار الجمعة من السنة الماضية، بعدها معلقة بالحياة وما شلتها. ملحم بركات تجمد هنيك هالقد هالقد ترك فراغ، بس الامل انه يضل ذكره موجود بالناس اللي بتحبه، بالناس اللي انا عبطول بتلاقى فيها بتحب ملحم بركات هالقد. في ناس بعدها ما عم تعتبره غيب، وهيدي شغله مهمه، لانه العظيم اللي بيكون مبدع مثل ملحم بركات بيترك لنا اعمال بتخليه بيناتنا موجود وبتخلي ذكراه حاضره. وهيدي المدرسه اكيد اكيد رح تبقى، اكيد رح تستمر طبعا. وشو بدي اقول، بدي اقول انه 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 بعد فتره يمكن لقدام، عم بتصور انا انه بعد لقدام اكثر رح نستفيد لملحم بركات اكثر من هلا. بعد اكثر هو اللي حمل رايه الاغنيه اللبنانيه وقال تعبنا لعملنا غنيه لبنانيه. صحيح. اليوم بغياب جسدي لملحم بركات، وين الاغنيه اللبنانيه؟ الأغنية اللبنانية بألف خير. أنا بعتبر إنه الأغنية اللبنانية موجودة وألا حضورها وألا مكانتها بالساحة العربية. إذا بدك بدنا نضل حريصين على هالموضوع، بدنا نضل حريصين على على التعب اللي تعبه ملحم بركات وغير ملحم بركات. كان في أسامي كتير كبيرة سبقتنا عملت غنية لبنانية ودافعت عنها، رح نكفي هيك، رح يضل في غنية لبنانية وما رح نسمح لنفسنا. أنا وكتار من الناس اللي بيحبوني وبيشبهوني وفي ناس من صناع الأغنية كمان بيأيدوني بهالموضوع، رح نضل نعمل غنية بتشبهنا، بتشبه مجتمعنا، بتشبه تاريخنا، بتشبه عاداتنا وتقاليدنا، اسمها الغنية اللبنانية. ورح نضل نحب الأغاني الغير لبنانية بس من صناعة غير لبنانية، رح نضل نحب أغاني كل الناس، وهيدا اللي كان حريص عليه ملحم بركات وهيدا اللي رح يضل. بمرحلة المرض الأخيرة يعني من بعد آخر حفلة اللي شفنا وافتتحنا الحلقة فيها بآخر مرة خرج فيها عن المسرح بأرطبة وقال لهم تصبحوا على خير وودع الجمهور، يمكن ما كان عارف أنه هيدي رح تكون آخر مرة، الجمهور المتعطش دائما ليشوف ويطل ملحم بركات قدامه، كان عنده إصرار أنها تكون بأول الحلقة لأنه هيدا يعني توقيت تاريخي إذا فينا نقول. هذه آخر حفلة كانت لألو بفترة المرض لما فات على المستشفى وما عاد ظهر، وكثر الكلام بالإعلام وكثرة الأقاويل والتليفونات، وبعرف قدي على أوتيل دو دو فرانس كمان كانت عم تتوجه يعني هيك عيون وأذان، وأنتوا كنتوا حريصين على أنه ما تنقلوا خبر يضر أو يسمع خبر هو يقدر يأثر على صحته أو يأثر عليه سلباً. قد ايه هالمرحلة كانت دقيقة؟ ملحم بحياته الطبيعية والعادية كان مالي الدنيا وشاغل الناس كيف بمرضه، هيدي شغلة عادية كنا متوقعينا. هيدا ملحم بركات كان شو ما عمل الناس تحكي وتقول وتفسر وتحلل وتتداول وتتناقل كل اللي يعمله ملحم بركات، إن كان على صعيد إن كان غنى أو عمل حفلة أو عمل لقاء مباشر تلفزيوني أو غير أنه عمل لقاء صحفي إعلامي، هيدا ملحم كان شو ما عمل يكون حديث الناس. فلما مرض
طبيعي انه يكون حديث الناس. انا توقعت هيك يصير، وتوقعت انه كتار يستفيدوا من الموضوع، انه يحكوا عن ملحم بركات وما ملحم بركات حتى، وفي ناس مش قصة يستفيدوا، في ناس حبوا يحكوا، بيحبوا ملحم بركات، بيشغلن بالهم ملحم بركات وبينشغل قلبهم عليه. ملحم بركات انسان كان كتير عنده مساحة ببيوت الناس، كان كتير عنده مساحة بقلوب الناس، وهيدا اللي لمسناه من لما مريض. بس نحن حبينا نحافظ على إذا بدك على شيء معين من الخصوصية بمرض ملحم بركات، لأنه احتراماً لملحم بركات، ولأنه هو كان قاعد حتى ريموت كنترول وقاعد عم يحضر على التلفزيون عم بتابع، كان وما كان بدنا يتابع الأخبار شو عم يصير برا بالضبط يتأثر. يعني رح نحكي بالتفاصيل على كل حال. رح أحكي عن الابتسامة يلي ما فرقته لآخر نهار، رح أحكي عن هالاختبار الصعب يلي مريته فيه، بدنا نحكي عن فن ملحم بركات، وعن فن ملحم بركات يلي هو فن ملحم بركات، والإرث الفني اللي تركه ملحم بركات، والمسيرة الفنية اللي حققها ملحم بركات. من الصعب كتير إنه حدا يقدر يعملها ويحققها. هيدي بدها كتير حلقات، بنحكي قد ما بدك عنها، هيدي أهم شيء. يعني حلقات وحلقات بالطول، ولكن اليوم بالمختصر هيك عم نقول له شكرا لأنه أنت انوجدت وقدرنا نعيشك أقل له. رح نحكي بالتفاصيل، رح نشوف كمان ونتذكر جمعات كانت تجمعكم بالموسيقار حصريا لقلنا بسهرة عمر، وبطول الحديث عن الموسيقار على كل حال. رح نفوت على بريك صغير ونرجع نتابع حوارنا معك الشاعر نزار فرانسيس، ومشكور على وجودك معنا. مشاهدينا خليكم معنا. مشاهدينا متابعين، نحن وياكم بهالحلقة الخاصة ولو متواضعة بلفتتها للموسيقار الخالد ملحم بركات، دائما بحضوره الفني بالمكتبة الفنية يلي تركها. حكينا عن مرحلة المرض، مرحلة المستشفى، مرحلة الابتسامة الدائمة، قدي بقي يحب الحياة لآخر نفس بهيدي الحياة. كانت بتعني له الحياة، كان يعيشها لحظة بلحظة. يعني هلأ بالنسبة للمرض، كان يمكن كان بفترة اعتبره عابر، هو الإنسان بيتعرض كتير لوعكات صحية، كان باعتباره أنه هيدا مرض عابر، وأنه رح نرجع نقوم ونعمل حفلات ونغني على السنة، ولكن القدر كان أنه شاء أنه ما يخلي لنا ملحم معنا. وأنا لما بتذكر ملحم حقيقة ما بحب أتذكر وقل عم يضحك ومبسوط وفرحان ورضيان على الدنيا، وإن شاء الله يكون هلأ يعني بعده عم يضحك ومبسوط ورضيان من فوق على الدنيا. أكيد هو بمكان أفضل على كل حال. إن شاء الله. إذا بدي أرجع لهيدي اللحظة يلي تلقيت الخبر، ما بعرف وين كنت بلحظتها. كنت بالمستشفى. كنت بالمستشفى وتلقيت الخبر، شو أول فكرة مرقت ببالك؟ شو أول شغلة هيك فكرت فيها؟ قالت كلمة ما بنساها أثرت فيي كتير. ستراندا وقتها كانت معنا، كانت عنده نعم. معه. طلعت فيني هيك وهيك ظهرت، ما قالوا لنا خلص. قالت لي خلص، خلصت الحكاية. هي أسطورة مش حكاية حقيقة، بس إنه أثرت فيه كتير هالكلمة، إنه خلص فعلا خلصت الحكاية. مثل اللي مش مصدقين كلنا كنا إنه ملحم بركات حكايته بتخلص. أكل حال الحكاية يمكن كمان هلأ بترجع بتبلش لما ننتقل إنه هالفن يلي تركه هو فن يدرس، وفن لازم يكون بالمناهج التعليمية الموسيقية. قدام من هالناحية عم بيصير في شغل على هذا الموضوع، قدام في إصرار كمان إنه ينعمل أرشيف مخصص بهذا الموضوع. كيف النظرة بهيدي النظرية؟ خلينا هلأ بيصيروا يقولوا إنه لأنه ملحم بركات، بس أنا بدي أقول شغلة، في عنا كبار مرقوا كمان، في مدارس فنية لبنانية مرقت ما تأرشفت وما كانت ما أخذت حقها من الناحية الرسمية، يمكن الدولة ملهية، بس إنه نحنا أنا فيما يعنيني أكثر من الكل يعنيني ملحم بركات كمان، هذا الإنسان الذي أضاف على المكتبة الموسيقية العربية شيء جديد، هذا الذي أضاف على الموسيقى العربية موسيقى خاصة به، هذا الذي خلق مدرسة معروف لونها على لونه،
أنا بيأسفني إنه أعرف إنه بمعاهد موسيقية عربية بأكثر من معهد موسيقي تدرس أعمال ملحم بركات موسيقياً وتفسر بصفحات وصفحات نقل النغمات وتوليف النغمات وطريقة سكب النغمات والأداء عم يتدرس على صفحات وصفحات عن أعمال ملحم بركات. وبيجي بلبنان بلاقي إنه اليوم ملحم بركات مجرد بلاقوه إنه إيه مطرب كبير، موسيقار كبير، ناجح، عظيم، أعطى الفن اللبناني، دافع عن الأغنية اللبنانية، كان له مكانته بالصف الأول على مدى 50 عام، بس ما عم الإرث تبع ملحم بركات ما عم يتسلم لجيل آخر، ما عم ينعط، ما عم ينشرح مثل ما لازم. في ناس، مش كل الناس بتعرف بهذا المعنى الفني. أكاديميا ملحم بركات أبدع في الجملة اللحنية العربية، أبدع اليوم فيها. في مساعي وتواصل لإدراج فن ملحم بركات ليصير يدرس بالكونسرفاتوار الوطني، بالمعاهد المخصصة، إن شاء الله، مع وزارة الثقافة. هذا الفن عم تتواصل، هذا الفن يستحق أنه يبقى في أذهان الناس حاضر ويدرس، لأنه فن ملحم بركات. أنا بعرف جمل ملحم بركات الموسيقية، أنا بعرف من الفنانين اللي بقعد أنا وياهم لما بيغنوا لملحم بركات بأي إحساس وبأي شعور بيغنوا، وشو بينتابن لما بيكونوا عم بيغنوا لملحم بركات. هن بيعرفوا معاني الجمل الموسيقية اللي بيكون عاملها ملحم بركات، ولما بيغنوها هن بيعرفوا قيمتها، وهذا الشيء بيعرفوه كل الوسط الفني بيعرف. هلا ملحم بركات وغير ملحم بركات، حتى اجى عمالقة مثلا الرحابني، حليم الرومي، في كتير ناس طبعا كل الكبار اللي عملوا لبنان، زكي نصيف، في ناس عمالقة عملت. بعد انا ما شفت في ارشفه لهالاعمال العظيمه اللي خلقت لنا الغنيه اللبنانيه. فان شاء الله نحن على تواصل على طول، وعلى اذا بدك بعمل دؤوب على انه يكون في استمراريه لوجود هذه الاعمال في اذهان الناس، في اذهان اجيال قادمه. مش نحن عرفناها وحبيناها، بس الجيل الجديد يلي هلا الجيل الجديد خليه يعرف مين اجى قبله وشو عمل اللي اجى قبله وشو ترك له ابداع ما ممكن يمكن لبعدين ما بيتكرر، في خطر انه ما يعود يجي بقيمته لبعدين ما بيتكرر. بذكرى الأربعين لرحيل الموسيقار، كرم الجنرال ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية وسام الأرز الوطني مرتبة كوموندور، عطى الوسام، يعني مشكور طبعا على هالخطوة، على الالتفاتة مشكور، لأنه الجنرال عون نحن شعرنا، قلت له جنرال، قلت له فخامة الرئيس، احنا بلشنا نحس مزبوط بعهد التغيير من عيد الاستقلال، لما جيشنا اللبناني وموسيقى الجيش اللبناني أثناء العرض العسكري حطوا أغاني صباح وملحم بركات بهاللفتة الحلوة يوم عيد الاستقلال، وبهالمكان بالذات، ومن هالناس بالذات هاللي بيجمعوا كل الوطن يلي هن الجيش اللبناني، بهالرمزية اللي كانت لقلة، هيدي شغلة كتير كبيرة، كتير بتعني لنا، كتير عنيت لنا. وخاصة أن الموسيقار كان معروف بأنه كان شايف، ولآخر لحظة كان عم بيقول العماد ميشيل عون هو رح يكون رئيس للجمهورية، ولكن يمكن الفرحة ما اكتملت لأنه انطفت شمعة الموسيقار قبل ما تكتمل الفرحة برئيس جمهورية من بعد فراغ دائم طويلا. إن شاء الله الله يأخذ بيده فخامة الرئيس طبعاً. نحن كلنا أمل أنه نوصل لأيام أفضل بكثير من اللي مرقت علينا بعهده. صحيح. حكينا عن التكريم يلي الدولة أوقات منلومة على عدم تكريمها أو منلومة على عدم قدرتها، لأنه يمكن مشغولة كمان، معذورة بأمور تانية، ولكن ملحم بركات التكريم أتى بطريقة أهم، هو وطيب بحياته أهم من غيابه بأي مرحلة. أنا بتعرف وين بحس ملحم بركات مكرم؟ لما بتلاقى بحي الله حدا بس يشوفني بحسه شايف ملحم بركات فيي، بيقول لي استاذ نزار، يه استاذ ملحم، الله يرحمه استاذ ملحم بركات، اول كلمه بيقول لي اياها، انا بيوصلني حقي، بشوف ملحم بركات. تنبسط او بتغص؟ شوف ملحم بركات عم يتكرم من هيدي، من هون الناس،
من هاو الصادقين. انا كل يوم بتلاقى بناس بيقولوا لي الله يرحمه من حين بركات، كل ما شافوني وكل ما سلموا علي. هودي الناس هيدا تكريم من حين بركات، لان انا بحس فيه. هيدا تكريم من عامل على محطه بنزين عم يعبي لي بنزين، وقفت هيك عم عبي بنزين، قال لي استاذ نزار، قلت له، قال لي الله يرحمه الاستاذ ملحم ابو مجد الله يرحمه. تخيل بس يشوفوني بيترحموا على الاستاذ ملحم دغري. هيدي اكبر تكريم لملحم بركات انا عم شوفه بعيون الناس. هيدي شغله بتعني لي طبعا. هلا المستويات الرسميه ومشكورين كل اللي عم يعملوا تكريمات طبعا، ان كان من حلقات ولا من 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 احتفالات. نعم. ان كان بالمدارس او بالجامعات او بالقرى او بالمؤسسات حتى اجتماعيه، حتى عربيا كمان كثير عم يعملوا مبادرات مشكورين عليها. هيدي شغله بتكبر القلب وبتخلي هالانسان حاضر وموجود بين الناس اللي بحبوه، وبنعرف انه من خلال هالتكريمات انه بعده الفن بعده بالف خير، بعد في ناس بتقدر المبدعين الكبار اللي اجوا وتركوا هالبصمه الكبيره. اذا بدي اقول مع كل هالتكريمات اللي عم تحكي عنهم، ولكن انتبهوا من شو، شو بتقول لهم؟ لا انتبهوا من شو بدهم ينتبهوا؟ انتبهوا من مصداقيه الخبر، يعني من ينتبهوا من لانه في حرص كثير هي لمسناه عندك بالفتره الاخيره. بتعرف ليش؟ قد ما انت هالقد حريص حضرتك وعائلته للموسيقى، انا حريص على ملحم بركات لدرجة أنه ما بقى بدي أحكي لا بوقت المستشفى ولا بمرض ملحم ولا بكيف توفى ملحم بركات. أنا ملحم بركات عندي هو الضحكة والبسمة والفرحة والمغنى الأصيل واللحن الحلو والجمال الإبداعي بالأعمال الفنية. هيدا ملحم بركات والحضور المميز، هيدا اللي بدي ضل أحكي عنه كل عمري. ما بدي أحكي عن ملحم بركات اللي كان موجوع، ولا ملحم بركات اللي مات، ولا ملحم بركات اللي فارقنا وبطل معنا. بدي أحكي عن ملحم الحاضر، الفن اللي عمله، المدرسة اللي تركها. فمشان هيك هيدا اللي بدي إياه. كل اللي بده يكرم ملحم بركات يضوي على هالنقطة، لأنه ملحم بركات ترك إشياء بتشغلنا فيها لخمسين سنة لقدام، أكثر من أنه مريض أو زعل أو بكي أو راح أو إجا أو إشياء. يعني من هودي هودي إشياء خاصة فيه، خاصة بي يمكن بمحيط معين، منا ملك كل الناس، منا بتفاصيل حياته. صحيح. لكن ملحم بركات لما كان يقدم لكل الناس قدم أعمال عظيمة لكل الناس. هيدي اللي بدنا نضل نحكي فيها. يمكن هي محبة الناس وغيرتهم كمان، وبحسوا حالهم معنيين أكيد بالموسيقار بالإرث الفني ما بعد. معنيين. في ناس، أنا بقول لك في ناس كانوا قراب منا حقيقة، وفي ناس كنا نحن وياهم. يعني مثلا إذا بدك مثلا المحامي الاستاذ مجيد مسعد طبعا. كان معنا، كان شريك بيومياتنا نحن والاستاذ ملحم، كنا نحن وياه على مدى سنوات وسنوات. كان في اكثر من حدا، يعني كان في مثل ما بيقولوا حلقه من الاصدقاء ما كان يتنازل عنها ملحم، ما كان يتنازل عنها لانه كان هالقد وفي، ما كان يساوم، ما كان يساوم حقيقه. فنحن صرنا بمطرح هلا، صرنا بمحل ملحم بالجسد بطل معنا بس فن ملحم بعده. صحيح. وهيدا اللي بيعنينا، يحكوا عن فن ملحم بقى، ما بقى كتر خيرون يحكوا عن فن ملحم، لأنه ملحم بركات عنده فن بكفي كتير ناس. لما زرته السيدة ماجدة رومي بنتك فرشيمة بنت ضيعته بالمستشفى، كان وعدها بأغنية لألا. الأغنية مع حضرتك؟ أنا بعدني على الوعد كمان. والوعد وين اليوم؟ بركات أتكلمته بعده الوعد معي وأنا مسؤول عنه، أكيد بالتنسيق مع عائلته، مع الست رندا، مع عائلة ملحم بركات. أكيد رح نوصل لليوم من الأيام، وهلأ لاحقين، لأنه صار هيدي الأعمال صارت كتير إلى قيمتها، صارت كتير بتعني لنا أكيد مثل ما بتعني كمان لست ماجدة. هيدا الشيء بيعني لنا عمل تركه ملحم بركات، وخاصة أنه وصى فيه ملحم بركات. أنا عندي أعمال بعدها بين إيدينا، يعني مع العائلة في اعمال كثير لملحم بركات. صحيح. في 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 اشياء كثير لملحم بركات. عم بحكي فن، بعد في فن لملحم بركات ما خلص. كرمال النسيان هالاغنيه يلي كمان من بعد رحيل الموسيقار، قد ايه كان في مسؤوليه بانه تكون على ذوقه للموسيقار لما طلعتوها ولما قررتوا انه هيدي الاغنيه تحيه وهيدي الاغنيه صلاه. صحيح. لغيابه. هي الاغنيه حطتها بصوته، حبينا هيك نقدمها للناس اللي بتحبه لملحم، ونحن بنعرفهم كتير كتار. كانت مثل لفتي، كانت هدية من ملحم بركات للناس اللي بتحبه بأربعينه.
هيدي الهدية غالية، وبعد في يعني كمان يمكن بالارشيف، بعد في بالصون معك وبداخل الاستوديو توني سابا كمان، بعد في اعمال وبعد في كثير من التفاصيل يلي رح تبصر حقيقة. الوقت ناطرين الوقت المناسب لا شو ناطرين. بوجه له تحية لتوني سابا حبيب قلبنا، عايش معنا فترة كثير لا تنسى لا تنسى من يومياتنا بالاستوديو، كانت كثير مميزة. هو بيعرف كيف طريقة شغل ملحن بركات بالأعمال باللحن، هو اشتغلنا أكثر من عمل، بيعرف روحيته بالعمل حقيقة كمان. حقيقة في إيه، في مثل ما بيقولوا أمانة بين إيدين توني، في أكثر من عمل وبعدها بالحفظ والصون على كل حال حكيد. طبعاً حكيد. على كل حال كمان هالجلسات اللي كنت عم تحكي عنهم من شوي مش بس بنطاق العمل، جلسات صداقة، رح نذكرك ب بأحدى الجلسات يلي جمعتكم بالموسيقار مع هيك جمعة حلوة، جمعة كانت كلها حياة مثل ما أنت بتحب تتذكر الموسيقار، رح نتذكره سوا ونرجع نتابع حوارنا. الله يبارك لك ويزيد ويكتر من أحبابك، الله يبارك لك ويزيد ويكتر من أحبابك. أنا خليني هيك بعيد، أنا خليني هيك بعيد، بلا هالوقفة عبوابك، بلا هالوقفة عبوابك. مين الأمني دللك أكتر ما رح اسألك، مين الأدي دللك أكتر ما رح اسألك. خليهم كلهم إلك، كلهم إلك، كلهم إلك، خليهم 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 كلهم إلك، كلهم إلك، إلا أنا اللي النازع عليكي، إلا أنا. كل الناس حواليك إلا أنا، شو مصيرها هالأغنية؟ هيدي موجودة بالاستوديو و بعدها معنا بالاستوديو، الموسيقار واضع صوته عليها الموسيقار هيدي على الأغنية، إيه هيدي موجود صوته عليها، بتصور إنه وفي مخطط لأ هو حاطط صوته بطريقة الديمو، يعني هيك إنه مش تسجيل شرعي، لا أبدا أبدا، حاطط صوته لا تتوزع، يعني حاطط صوته على طريقة الديمو إنه غنيها هيك، يعني قاعدين مسك الميكرو غنيها لتوني لحتى توني حتى ينشغل عليها، مثل ما عملنا بأكثر من عمل هيك. هلا نحن منا فينال كانت الأعمال، لكن معنا صوته الحمد لله، شغلة منيحة هيدي. يعني على أمل، لأنه بعدنا متعطشين لمزيد من العطاء من الموسيقار، هيدي مطلب من كل الناس. على كل حال رح نفوت على بريك أخير بحلقتنا، من بعد الفاصل رح ننتقل كمان لفقرة أخرى والعاني مع الصحافة اللي كانت دائما حديث الناس الصحافة، رح تكون كمان والعاني بحب بكلام بهيك ذكريات حلوة. الإعلامية أنجليك مونس رح تكون معنا، هي كمان بنت كفرشيما، بنت هالمنطقة يلي تنفسوا نفس الهوى الموسيقار وأنجليك، ماجدة الرومي مع حفظ الألقاب، وكتار من الفنانين يلي مصدرتهم هالبلدة. رح نرجع للقسم الأخير من حلقتنا، وكمان ينضم لنا وعد بركات بالقسم الأخير أيضا، لأنه هيك في رسالة رح نسمعها سوا. بريك ومنتابع.
مشاهدينا بنرجع للقسم الأخير من حلقتنا الاستثنائية يلي مش بحاجة ننطر لا إضاءة تغمز ولا أي شيء تاني يقلنا ننتقل من فقرة للتانية لأنه هيدي حلقة الموسيقار الكلام بس عنه هو كلام استثنائي. الشاعر نزار فرانسيس برجع برحب فيك من جديد معنا. كرافاتك على فوق. شكرا مقدمة جد حلوة مقدمة من كل قلبي تلبق لك شكرا. رح قلت لي اياها تحت الهواء وأصريت على الهواء مشكور شكرا مقدمة. بهيدي الفقرة عادة بناخذ اتصال من صحافي رح نبقى بسيستم البرنامج لحتى نكون عم نحكي كمان أكثر عن الموسيقار نحكي عن ملحم بركات وبتنضم لنا باتصال بهيدي الفقرة الإعلامية أنجليك مونس. مساء الخير ورمضان كريم. مساء الخير لك شادي. مساء الخير لأستاذ نزار. مساء النور يا ميت هلا شرفتينا بالقسم الأخير وما زلنا عم نحكي بهالحلقة يلي هيك عم نتذكر فيها الموسيقار أنجليك. تفضل الكلام لإلك والسؤال لإلك لأستاذ نزار لحتى نحكي عن الموسيقار ملحم بركات. أول شيء أي كلام بده ينقال من بعد كلامك يا أستاذ نزار. الله يخليك تسلمي. أجمل ما يقال عن ملحم بركات أكيد بنسمعه منك. تسلمي تسلمي الله يخليك. وعلى كل حال تعرف نحن ديما بالحياة الفنية أو أي إنسان حتى يكون بارع يكون مميز بهالحياة ما بفل عادة ديما بنقول أنه نيال اللي باقي عنده ببيته بحياته لحتى يخلده. حقيقة ملحم بركات عنده عائلته الله يخليها طبعا وعنده نزار فرانسيس. شكرا. فأكيد هو كتير محظوظ من مطرح ما هو. شكرا الله يخليك. اليوم ما بعرف إذا أنا قادر أكون اليوم هيك محامي الشيطان. هذا الموضوع صعب كتير بالنسبة لإلي فيك أستاذ نزار. يعني أنا كمان بنت هالضيعة اليوم وأفتخر بالانتماء لإلي أكيد. حقيقة. بس إذا بدنا نحكي عن ملحم بركات حكيت وكنت عم بسمعك بهالكلام اللي كتير حلو اللي حكيته. بس حكيت عن موضوع قلت انه ارشفت الاغنيه اللبنانيه. هذا الموضوع انا هون بدلومك عليه لانه الاغنيه اللبنانيه بفتكر انه موجود ارشيف كامل لها بالاذاعه اللبنانيه. اغنيات ملحم بركات موجوده كلها بالاذاعه اللبنانيه. اي دور بعد مطلوب برايك لازم لا ستنا مطلوب دور يمكن حضرتك يمكن الاذاعه يمكن اي ناس ثانيين يمكن عيلته شو المطلوب للارشيف اكثر اعمل ملحم؟ المطلوب مش قصة أرشفي بالعكس. إيه نحن نفتخر بالإذاعة اللبنانية وبالتلفزيون لبنان حتى في أرشيف كبير من الأعمال الفنية اللبنانية اللي أصبحت نادرة خارج هذه المؤسسة. أنا عم بحكي على تدريس وتلقين وتسليم هذه الأعمال هذه المعاني الفنية موسيقيا إلى جيل آخر جاي من بعدنا. يعني نكون تكون منهج علمي بمدارس أو ب مؤسسات او بالكونسرفاتوار او باشياء تعنى بالثقافه وبالفن. طبعا هو يستحق اكيد يحق لجيل قادم من بعد منا انه يكون في بين ايدي اعمال عارف شو معانيها الفنيه اكاديميا. هيدا قصدي مش بس تكون الاعمال موجوده يجب ان تفسر له يعني تدرس يتخصص لها مناهج معينه تعليميه لانه عندنا عمالقه سبقونا وتركوا بصمات فنية لا تتكرر. ويمكن كمان أنا قلت بحديثي أنه يمكن بأجيال أخرى جاية ما يلتقى من يعمل هيك أعمال بعظمة هيك إشياء عملت. تفضلي أنجليك إذا بتحب سؤال تاني. طبعاً طبعاً بس أنا بتعرف بدي أقول شغلة واحدة وأنا بوافق أستاذ نزار عليها كتير. نعم. أنه الناس يمكن ما بيعرفوا قيمة ملحم بركات الفنية الحقيقية. ناس بتاخد عن ملحم انه هالإنسان المهضوم اللي بيغني بس أعماله كموسيقار وكملحن هي أكثر أهمية بعد من مقدرته الصوتية. هيدا اللي بدنا نضوي عليه. عطى كتار وما أخد حقه من هيدا الناحية. فعلا يستحق ملحم بركات موسيقار مش عن عبس قالوا انه هو موسيقار. هو شربان الروح الموسيقى العربية قبل وهو اليوم عم بعاصر كان الجديد. يعني هالمزيج اللي عنده إيه عاصر جيلين وقدر يعطي الكتير. تعدى نحكي نزار فرانسيس أنا وياك عن فلسفة ملحم بركات. ملحم بركات كان فيلسوف كمان. كان فيلسوف بالفطرة. كان يتنبأ كان عنده رؤية بكتير من الأمور. صحيح. هيدا نقطة ما حكيت عنها وانت أدرى فيها بهيدا الموضوع. كان يبقى على صواب واطلاع ويكونوا الكل على خطأ ومفكرينه هو على صواب ويرجعوا الكل يكونوا على خطأ وهو يرجع يضل على صواب. نعم. حقيقة هيدي شغلة أكثر من مرة
جربتها أنا وعرفت ملحن بركات. كان ياخذ مواقف نقول ليش عم بيقول هيك، إنه ليش عمل هيك، ليش عم يتشبص بهالمكان المعين. نرجع نكون نحن كلنا غلطانين وملحم معه حق. هذا الذكاء بالفطرة، هذه الرؤية بالفطرة. الله لما بده يحط بإنسان هالموهبة بيحطها من كل النواحي حقيقة. ملحم بركات وكان يتشبث برأيه ونتشارع نحن وياه ويضل على كلمته ويرجع يثبت لنا انه هو اللي على صواب ونحن على خطا. وبكل المواضيع مش بس بالفن، بالسياسه، بكل شيء حتى شو بدي خبرك بالعمار. مش بالعمار كان معلم عمار ملحم بركات، حتى بالعمار كان له رؤيه يصححوا له، يصحح له مع للمهندسين اللي عم بيشتغلوا باكثر من مكان له علاقه بالبناء والعمار. حتى الفوتبول يعني كان يتابع، كان يعطي كمان رايه ويطلع هو على صواب ونحن نتفاجئ انه معقول يقول لي انا بعرف. حقيقه كانت هيدي الفطره، هيدا الذكاء اللي ما بينوجد عند كل الناس، هيدا الذكاء اللي كان عند ملحم بركات كان كثير مميزه عن غيره. كان عنده الحاسه اذا بدك، يعني هيدي الحاسه اللي حقيقة كان عنده اياها. حقيقه أنجليك، يعني هالأرشيف يلي عم تحكي عنه وأكيد كلنا بنعرف ورايحين على الإذاعة اللبنانية يلي أرشف. أنا يعني أنا ردا على التعليق قاله أستاذ نزار عن موضوع الأرشفة، يعني صحيح وقال إنه هو موضوع مش بس أرشفة أغنيات، الأرشفة بطريقة أكاديمية ستة. هو كمان عم بيحكي كان عن أرشفة الأغنية اللبنانية ككل، يعني صحيح يعني نعم. يمكن المقصود نعم. كان وتوضح إنه أكاديميا تحديدا، أكاديميا تتأرشف طبعاً. ضمن مناهج تعليمية طبعاً. تدرس لأجيال قادمة. لشك إنه ملحن بركات مدرسة بهيدا المجال، يعني الله يخليك. طبعا شكرا لهذه المداخلة المحببة. أنا بس خليني أقول شغلة واحدة. تفضلي. أكيد تفضلي. بآخر جلسة جمعتنا مع الكبير الله يرحمه ملحم بركات كانت بالقليعات، وكنت نعم. أتمنى بوقتها أنه يعني العمر كان يكون قدامه أكثر لنشتغل على حلقة خاصة لإله. احكينا مطولا بهذا الموضوع وكنا عم نقول لأي محطة ممكن نعملها أسوة بالبرامج اللي عملتها. حظه قليل وحظي أكثر كمان قليل أكثر أنا لإلي، فكنت بتمنى ويا ريت كان إلي الحظ إني أعمل له كان هالحلقة. وكلنا كنا بنتمنى لأنه دائما كمان متابعينك ودائما متألقة بكل عمل، وأنت إضافة للإعلام بلبنان، وهذا مش من باب المديح لأنه معنا على الهواء، هيدي حقيقة. وأنا مين لحتى أشهد لهالموضوع، هيدي بلسان حال الكل. شكرا لك، شكرا محبتك، وهيدي أقل الوجبات بنعملها تجاه مش لأنه يعني ملحن بركات ابنك فرشي، ما هو فنان كبير وكلنا لإله بننحني. صحيح. شكرا لك على العالمية أنجليك مولنس. شكرا لهالمداخلة المحببة. شكرا ورمضان كريم. أهلا وسهلا فيك. هيدا ملحم يلي كل الناس بحبوه، هيدا الموسيقار يلي تخطى حدود وطن وصار ملك كل الناس. الوقت بيمرق بسرعة، ومثل ما قلنا بنعمل حلقات وحلقات وبنحكي بمواضيع كلها على عن الموسيقار. بالقسم الأخير رح نتشارك برسالة من السيدة رندا بركات، ولكن لحتى نسمع الرسالة ونختم حلقتنا بدي أرجع أستدعي على الاستوديو نجل الموسيقار ملحم بركات. وعد بركات تفضل تنضم لنا. هذا وعد الواعد، ضيف القسم الأول. هذا وعد الواعد. الوعد الواعد. الوعد الواعد. شو بتوصي، شو بتقله هيك على الهوى اليوم؟ لا هو قد ودود، ما بده مين يوصي، ما بده مين يوصي. وعد عم يرسم خطواته بثقة، وعم يرسم وعارف حاله لوين رايح، وعنده رؤية رح نكون موافقين كلنا عليها، وإن شاء الله بيوم من الأيام رح نوصل لمطرح هو حابب يوصل عليه ومصمم ومصر. وهيدي شغلة كتير مهمة للي بيصمم وبصر إنه يوصل رح يوصل. وأكبر درس تعلمناه بهالموضوع هيدا من التصميم والإصرار تعلمه من بيه المرحوم ملحم بركات. صحيح. وعلى كل حال بوجود يعني هالعائلة يلي دائما حريصة على ملحم بركات، أكيد وعد وحضرتك كمان أكيد حريصين على الأفضل دائما. أنا بدي أشكركم بختام هذه الحلقة بداية، شاعر نزار فرانسيس، الفنان وعد بركات، شكرا لأنه كنتوا ضيوف شاركتونا فرحتنا بأنه نتذكر دائما
عن الموسيقار ملحم بركات. بختام هذه الحلقة الكلمة الأخيرة بتبقى للست رندا بركات يلي بعثت لنا رسالة رح نسمعها ونختم هي مع الكلام الأخير صوتا لرندا بركات وكتابة لكم، حتى يلا. أطلب منكم تكتبوا لنا هيك ولو كلمة صغيرة بختام هالبرنامج. الشاعر نزار فرانسيس شكرا لك، فنان وعد بركات شكرا لك من جديد، والكلمة الأخيرة من رفيقة الدرب من السيدة رندا بركات. شو بدها تقول للموسيقار؟ الكلمة لألا ومنختم سهرة عمر لليلة. أبو مجد الخالد الحاضر دايما، اشتقنا لك كتير، الساحات فاضية بدونك، الفن فقد رونقه، كنت عامل حركة كبيرة بالوطن والمسارح والساحات، أنا بعدني مثل ما تركتني، محافظة عوصيتك، صابرة وساكتة ومتحملة مثل ما كنت تقلي كرمال عيونك. إن شاء الله يا أبو ماجد تكون مرتاح فوق، بس نحنا مش راح نقدر نتعود على غيابك أبدا.